إذن انتهت إحدى أهم البطولات الكروية التي يتابعها الملايين حول العالم بفوز ريال مدريد على منافسه ليفربول بهدف مقابل لا شيء ليصبح الفريق الملكي من جديد بطل أوروبا. ومنذ أن انتهت هذه المباراة وحتى الآن وكان اسم محمد صلاح متصدرا تويتر أكثر من المباراة ذاتها. السبب في تصدر اسم صلاح في البداية كانت انتقادات عديدة انهالت عليه لعدم قدرته على تحقيق البطولة، كما أيضا زادت الانتقادات عندما وجه النجم الكروي الفرنسي المعتزل تييري هنري انتقادات لصلاح تفيد بأنه أخطأ عندما أطلق تصريحات تعبر عن رغبته في الثأر من الفريق الملكي، وأنه ما كان عليه أن يتحدث قبل انتهاء المباراة، وأنه إن توعد فعليه أن يفوز. لعل التعليقات سلبية انطلقت منذ انتهاء المباراة مساء السبت وحتى ظهيرة الأحد، لا نعلم الموعد بالتحديد، ولكن فجأة تسبب كل هذا الهجوم على النجم المصري برد فعل عكسي، إذ تصدر اسمه تويتر بشكل أوسع بآلاف التغريدات التي دافعت عن مهاجم فريق الريدز، وتعليقات سئمت من لوم صلاح على كل مباراة لا تنتهي بالفوز بينما ينسون أي إنجازات له. من الشخصيات التي دافعت عن محمد صلاح كانت شخصيات عامة من عالم الفن والرياضة. سنقرأ بعض هذه التعليقات بدءا من الفنان المصري أحمد فهمي الذي علق وقال: اللي في الصورة ده محمد صلاح نجم مصري عربي قدر يطلع في 5 سنين من فريق مصري عادي، وقدر النجم ده أنه يرفع اسم بلده، وما راحش لعب في دوري عادي، لا ده لعب في أقوى دوري بالعالم وخد كل البطولات فردية وجماعية. فلو أنت فاشل وكل ما تملكه هو زراير كيبورد والشاشة، نصيحة حاول تكون ربع صلاح. المعلق الرياضي علي الكعبي قال: لا يستحق النجم محمد صلاح ردة فعل ما بعد نهائي الأبطال، هو لم يكن بحاجة للقب ليثبت لنا أحقيته كأفضل العرب حضورا بمختلف البطولات الأوروبية. المؤسف أن جزء من ردة الفعل هذه جاءت من أبناء بلده، نختلف في تعصبنا ولكن نتفق في أننا أمام ظاهرة نقلت حلم اللاعب العربي لأبعد مدى. المحلل الكروي أحمد الحنفي علق وقال: لما أنت ما ترفعش راسك مين ممكن يرفع راسه؟ ارفع راسك يا بطل، أنت محمد صلاح وهذا يكفي. أخيرا علق وزير الرياضة المصري السابق خالد عبد العزيز وقال: محمد صلاح هو أفضل مهاجم في العالم حاليا، ويصعب على أي مدافع إيقاف خطورته، وارد جدا رغم أداءه المتميز ضد ريال مدريد أن يتألق حارس مثل كورتو في منعه من إحراز هدفين محققين أو حتى يغيب عنه التوفيق لفترة، لكن تاريخيا فأن هؤلاء الأساطير من أمثال صلاح يعودون سريعا إلى منصات التتويج.